هي مش من عادتي ان انا بتكلم على تصريحات مدير فني في مؤتمر صحفي المباراه، بس كارلوس كيروش بعد كل الزيطه اللي كانت موجوده حواليه وبعد كل الكلام الكتير اللي بدا يتكلموا على اقاله كارلوس كيروش وان لازم كارلوس كيروش نتخلص منه قبل تصفيات كاس الامم ولازم نجيب كابتن حسام حسن ولازم نعمل ولازم نسوي، كارلوس كيروش بيعمل مؤتمر صحفي النهارده بيتكلم فيه على كل مشاكل الكره المصريه. الراجل يحترم جدا ان هو شهرين ثلاثه في مصر عرف كل المشاكل بتاع الكره المصريه دي. صراحة شابوه شابوه جدا 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 للسيد كارلوس كيروش على قاله النهارده في المؤتمر الصحفي، اللي رغم ان هو قال تصريحات كتير جدا تحترم الا ان هو هيتم التركيز مع تصريح واحد، وهي ان مواجهه مصر لقطر تعتبر بمثابه نهائي كاس عالم. ليه بقى؟ علشان خاطر يحاولوا يسخفوا من الراجل. انما كلام الراجل على التحكيم، كلام الراجل عن رتم المباريات في مصر، كلام الراجل عن الجماهير في مصر، كل ده مش هيتقال. اللي هيتقال بس هو ان مباراه مصر وقطر تعتبر بمثابه نهائي كاس العالم، علشان خاطر يحاولوا يسخفوا بالراجل. الراجل كان كلامه واضح جدا، احنا سعداء بمشاركه بكاس العرب، سعداء ان احنا اكتشفنا لعيبه جديده ودم جديد للفريق، سعداء ان معدل الاعمار بتاع الفريق بدا ينزل اقل من 25 سنه، ولا معدل اعمار الفريق اقل من 25 سنه، عدد من اللعيبه ارتدوا قميص المنتخب لاول مره، وكان هذا سبب مجيئنا لهنا. دي حاجه فعلا الناس كلها كانت بتقول ان كارلوس كيروش حط لعيب في المنتخب، لولا كارلوس كيروش ما كانوش هينضموا لمنتخب مصر، فدي حاجه تحسب لكارلوس كيروش. وبالفعل ربحنا 4 مرات ولم يحالفنا الحظ في المره الاخيره، برضه احنا فعلا عملنا نتائج كويسه ان احنا وصلنا الدور 4 وبنلعب على الثالث والرابع، في العادي والمنطقي ان احنا ما كناش وصلنا لحد هنا اساسا، بس وصلنا لحد هنا يعتبر انجاز بالخامات واللعيبه اللي معاك. العديد من اللاعبين لعبوا امام الجماهير لاول مره بسبب غياب الجماهير في مصر منذ 7 أو 8 سنوات، دي حقيقه فعلا، مفيش اي حد ينكر ان الكوره في مصر ما فيهاش جمهور، والكوره في مصر عدم وجود جماهير ده بيأخرها بعيد جدا عن الكوره في افريقيا وبيأخرها بعيد جدا عن الكوره في شمال افريقيا. فتجربتهم هنا وارتداء قميص منتخب مصر واللعب امام الجماهير كانت تجربه جيده وعلامتهم الكثير، دي حقيقه، لان احنا اللعيبه بتاعتنا ما بتلعبش قدام جمهور الا في الاعياد الوطنيه يا باشا، بنلعب في كاس امم افريقيا، بنلعب في افريقيا عشان مجبرين نحط جمهور، الحاجات دي احنا مجبرين نعملها. سنلعب غدا امام قطر، سيكون مسابقه نهائي كاس العالم بالنسبه لنا، لان قطر هي البلد المضيف لكاس العالم، وسنلعب امام فريق اتحضر من 6 سنوات. طب ما الكلام ده حقيقي، وهو اتكلم كمان ان احنا نلعب قطر في العيد الوطني بتاعهم، علشان خاطر ده منتخب شارك في بطولة كوبا امريكا وفي بطولات كبيرة ومناسبات اخرى كبرى، فمواجهة قطر الراجل بيحترمها وبيقول لك ان انا واجهت قطر قبل كده كتير وانا ماسك منتخب ايران وانا عارف كويس ان الفرقة دي بتتطور. كلام عن المنتخب القطري مفيش اي حاجة غلط على فكرة. سعيد جدا بما قدمناه، جينا هنا لكي نتعلم ولكي نفوز وقد حققنا الهدفين، وانا مبسوط بما فعلناه، لدينا مباراة اخيرة يجب ان نكون مستعدين لكي نفوز. انجاز رائع بالنسبه للكره المصريه بان تاتي الى هنا وان تجعل الناس يرون بان لدينا لاعبين جيدين على صعيد كره القدم. هو الكلام دي قلشت منك، لان الناس كلها عارفه ان المنتخب المصري حتى في اسوء احواله عنده لعيبه كويسه. ورد الكور بقى من مباراه قطر في العيد الوطني بكلم، سيبنا من موضوع قطر، كانت مباراه تونس، كانت مباراه قويه وصعبه من تونس، ولا اريد الحديث عنها. المباراه انتهت ورد القول للاعبين المخرمين بانهم ليسوا مطالبين بالتفكير كثيرا بالماضي، واعتقد الجمله دي رايحه ومرميه على عمرو السوليه، واتمنى ان عمرو السوليه ما يبقاش من اللعيبه اللي بيقعدوا يفكروا بالماضي. وبعدين لا تقلق، يعني ما اعتقدش ان السوليه بيفكر في الماضي، لان السوليه الماضي بتاعه كان بيقول ان هو عمل ماتشات سيئه جدا، بس دلوقتي بدا يتطور وبدا يعمل ماتشات كويسه وبدا يكون فعلا يستاهل ان هو يكون كابتن منتخب مصر، واتمنى ان السوليه ما يفكرش كتير في كل الهري اللي بيتقال على السوشيال ميديا حاليا، لان الجماعه اللي موجودين على السوشيال ميديا حاليا لا يتعدوا سن الاطفال او لا يتعدوا سن 18 سنه، فسيبهم يقولوا اللي هم عايزينه. بنما سن طلابين، لكن اقول للاعيبه الشباب بان عليهم تفكير كيف ينعشون انفسهم سواء فازوا او خسروا، او هو كان بيقول يعني احنا بنتعلم ما بنخسرش. مشاركه اللاعبين ومشاكل الكره المصريه، عدم مشاركه رفعت بسبب مشكله؟ لا بل على عكس ذلك، لا توجد مشاكل في الفريق، مباراه الغد ستكون هناك فرصه لكي يتواجد كل اللاعبين على ارض الملعب، كاس العرب ليست حول الوصول للنهائي فقط. يا اخي اخيرا حد قال لنا ان احنا مش لازم نوصل للنهائي بطوله عشان خاطر نكون نجحنا او لا، يا كلام يعني كلام يا اخي بيخلي الواحد بجد والله يحس ان احنا فعلا جبنا مدير فني محترم وراجل عنده افكار، ولو قعد ولو الناس سابته والنقاد سابته احتمال يعرف يعمل منتخب كبير. بل ان كاس العرب بس حول الوصول للنهائي، بل نتعلم وتكسب الخبرات. الاسئله حول كره القدم ينبغي ان تكون حول اسماء اللاعبين فقط، لا احنا عندنا في مصر هنا حول اسماء اللاعبين فقط، لان عندنا في مصر الكلام فقط حول اسماء اللاعبين، مفيش اي حد فيهم يقدر يتكلم على المنظومه. بل علينا ان نتحسن، ان يكون لدينا ملاعب جيده وعشب جيد
للعب، لان اللاعبين سيتحسنون اذا توفر لهم ملاعب تدريب جيده، وسيحسنون من سيحسنون من مستواهم من مستواهم وتكون ردة فعلهم افضل. وبالتالي فهناك بعض المسائل المتعلقه بكره القدم المصريه التي يجب ان نفكر بها اذا اردنا ان نكون على اعلى مستويات، وعلينا ان نحسن المرافق ايضا، وجود المنافسات المختلفه، وحده المباريات، وان يكون الحكام اكثر قسوه حين تتوقف المباريات لفترات طويله. يجب ألا نتحدث عن المشاكل فقط، بل عن الحلول التي يجب أن نحققها في المستقبل. لاعبين أمثال حسين فيصل وأحمد رفعت وأحمد ياسين، لدينا حوالي 10 لعيبة لبسوا قميص منتخب مصر لأول مرة. تخيلوا أن حسين فيصل كان عمره 15 سنة حين توقفت الجماهير عند دخول المدرجات في مصر، ثم أتى هنا وشارك أمام 30,000 متفرج. الكلام ده فعلا حقيقي. حسين فيصل من الناس اللي ما حضروش فكرة ان يبقى في جمهور في الملعب. احمد رفعت من الناس اللي ما حضروش فكرة ان يبقى في جمهور في الملعب. مروان داوود شرحه، احمد ياسين شرحه. فانت لما تيجي تتكلم على نوعية لعيبة زي دي، صعب جدا انك تروح تقول ان الفرقة دي مرشحة ان هي تاخد بطولة. صعب جدا انك تقول. الا لو كنت هتجزع عن رضا عبد العال، او هتجزع الناس اللي تطلع في التلفزيون المصري، تطلع تتكلم ان احنا مرشحين ان احنا ناخد افريقيا، مرشحين ناخد كل البطولات عشان خاطر احنا الكره المصريه، واحنا واحنا واحنا. طب يا جماعه، احنا الوضع اللي وصلنا له في الحضيض، احنا وصلنا لوضع سيء جدا جدا جدا. احنا وصلنا ان احنا كان عندنا مدير فني قعد سنه كامله ما عملش مباريات وديه، ومع ذلك ما فيش اي حد فيكم كان بيعترض. انما لما جالنا مدير فني بدا يجرب اسامي لعيبه جديده، بقى لا لا لا، سمعه الكره المصريه هتطيح، سمعه الكره المصريه في خطر. سمعه الكره المصريه يا ابو سمعه، انت كان عندك مدير فني كان طالع ما بين الشوطين في كاس الامم الافريقيه اللي عندك بيعمل الجمهور بالورده، فسمعت ايه يا ابو سمعه؟ سمعت ايه؟ ده كارلوس كروش بيجي يحاول ان هو ينقذ ام السفينه اللي نصها غرقان والنص التاني الناس عايزه تغرقه باي طريقه. هناك امور صغيره يجب ان نركز عليها، وسيكون مستقبل الكره المصريه واعدا. اتمنى ان اكون مستقبل الكره المصريه واعدا، واتمنى ان الناس اللي بتحاول تقطع في الراجل، والناس اللي بتتكلم على اقاله كارلوس كيروش، تقعد تفكر لو مشينا فعلا كارلوس كيروش هنعرف نجيب حسام حسن. هل حسام حسن هيرضى ان هو يشتغل مع جهاز فني ما يعرفوش؟ هل حسام حسن من الشخصيات دي؟ لا، حسام حسن مش كده. هل حسام حسن نجح قبل كده مع الفرق الكبيره، ونجح قبل كده مع التعامل مع النجوم عشان خاطر يكون مرشح لتدريب منتخب مصر؟ ما هو مش ام هكس وخلاص، مش كل واحد عنده اسم عايز يرميه كده وخلاص. الكره المصريه حاليا عايزه واحد خبيث زي كارلوس كيروش يقعد ويفند ويحاول ان هو يطور الكره في مصر. بس انك تحاول تطور الكره في مصر وحيدا قدام جيش من الفاسدين، دي حاجه صعبه جدا بصراحه. بس انا عن نفسي عجبني تصريحات الراجل، انا عن نفسي الدماغ والعقليه بتاع الراجل مكيفاني، انا عن نفسي مبسوط منها. انما مش مبسوط من اللي بيحصل في بطوله كاس العرب. الراجل بيقول ان هو جاي يجرب، وطالما انت جاي تجرب جرب براحتك، احاسبك في امم افريقيا، احاسبك في تصفيات كاس العالم. انما اي كلام على اقاله كارلوس كيروش، ما احنا بنهرج، معلش يا جماعه، ده رايي. انت بقى رايك ايه؟ لو عجبك الفيديو يا معلم اعمل لايك وسبسكرايب، لو ما عجبكش نحترم في الاخر ان كل واحد عنده وجهه نظر خاصه بيه، وان انا مش لازم اقول وجهه النظر اللي انت عايز تسمعها، وان انت مش لازم تقول وجهه النظر اللي انا عايز اسمعها، لان الحقيقه كده مش كلنا ربنا خلانا بدماغ واحده.